السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الحلقة رقم 9 هنتكلم عن المرة السادسة التي التقى الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا في المرة الأولى خالص أنه لم استمعوا إليه في القرآن وأثناء تلاوته القرآن وهو يصلي الفجر في وادي نخل، والمرة الثانية عندما التقى بهم في مكة واستمعوا لتلاوة القرآن الكريم، والمرة الثالثة أتوا ليتعلموا الأحكام. إن شاء الله نشرح بالرواية التفصيلية باللقاء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم بالجن. طبعا الجن قلنا اللي هم وفد منهم من مدينة نصيبين تقع شمال العراق، واصطحب رسول صلى الله عليه وسلم في لقائه الثالث بالجن صحابي الزبير ابن العوام. نقول بقى تفاصيل اللقاء الثالث عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. قال عفوا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة في صلاة الفجر، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد. قال ذلك ثلاثا، فمر بي يمشي فأخذ يدي فجعلت أمشي معه حتى خنست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض براس، فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفري ثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلي من الفرق. يعني معنى الكلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر وقال للصحابة: مين اللي هيصحبني الليلة للقاء الجن؟ فسكتوا، فكرر الكلام ثلاث مرات فمفيش حضر، فتمشى بينهم وأخذ بيد الزبير ابن العوام. والمهم مشى معاه لغاية ما مشى مع الليلة بقى في الليلة ديت لغاية ما جبال المدينة بعدت عنهم وراحوا الأرض فضاء، أرض مهجورة، فإذا برجال طوال كانهم رمح لهم أشكال الجن اللي راهم مستنفري ثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشتني رعدة شديدة، جات له رعدة شديدة وقف حتى ما تمسكني رجلي من الفرق، ما عادتش قادرة تشيله. فلما دنونا منهم خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهام رجله في الأرض خطا، فقال لي: أقعد في وسطه. فلما جلست ذهب عني كل شيء. رسول صلى الله عليه وسلم، شوف شجاعته، شوف قوته، خط له خطوة بإبهام رجله للزبير بن العوام وقال له: اقعد في وسط الخط ده. فلما قعد ذهب كل الخوف وكل القلق منه، ومضى بقى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لهم، وكان بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا، قعد يقرأ بقى القرآن حتى طلع الفجر. ثم أقبل حين مر بي فقال لي: الحق. فجعلت أمشي معه فمضينا غير بعيد، فقال لي: التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟ فقلت: يا رسول الله، أرى سوادا كثيرا. فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض فنظم عظما بروثة، ثم رمى به إليهم، ثم قال: رشد أولئك من وفد قوم هم وفد النصيبين، سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة. يعني معنى الكلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بص كده وراك، فشاف، قال له: أنا شايف سواد كثير. فرسول خفض رأسه إلى الأرض وشال عظمه ورمى بها، فمعنى الكلام اللي هم بيأكلوا ده طعامهم، يعني لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه الزاد. إن شاء الله تابعونا لنعرف ماذا حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة. شجعونا على الاستمرارية، لا تنسونا من المتابعة، الإعجاب، المشاركة، التعليقات المفيدة. Don't forget us, follow us, like, explore, share, comments. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.